اسعد الله اوقاتكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في السعوديه نرحب بكم في هذه النشره الجويه الرئيسيه من طقس العرب. نهار اليوم سادت اجواء غير مستقره في العديد من مناطق المملكه زخات من الامطار كانت رعديه وغزيره خاصه على مدينه رابغ تحديدا وعموم السواحل الوسطى من البحر الاحمر. المحاور الرئيسيه التي سنستعرضها في هذه النشره ستكون حول الاجواء غير المستقره المستمره في عموم مناطق المملكه ايضا استمرار فرص الامطار وطقس شديد البرودة بفعل كتلة هوائية شديدة البرودة تتأثر بها المملكة هذا بالآن وإياكم لصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعة صباح اليوم توضح انتشار لكميات كبيرة من الغيوم الركامية والرعدية في عموم المنطقة الوسطى من سواحل البحر الأحمر تمتد باتجاه الشمال الشرقي وصولا حتى منطقة حفر الباطن مرورا بعموم المنطقه الشماليه واجزاء من المنطقه الوسطى هذه الامطار كانت اكثر فعاليه هنا بمنطقه رابغ تحديدا في مدينه رابغ حيث هطلت زخات رعديه غزيره من الامطار خلال ساعات الصباح الباكر فيما كانت الامطار ديمية في منطقه حائل وعموم المنطقه الشماليه من المنطقه الوسطى وعموم المنطقه الشماليه من المملكه هذا بالان واياكم لخرائط توزيع الامطار المتوقعه اعتبارا من, من نهار اليوم وحتى يوم الثلاثاء حيث لاحظ استمرار لتاثر على المنطقه الوسطى من ساحل البحر الاحمر بالامطار تحديدا السواحل الجنوبيه من ينبع وصولا حتى مدينه جده. هذه الامطار تمتد باتجاه الشمال الشرقي مرورا بالمدينه المنوره حائل الحدود الشماليه ومنطقه الجوف تستمر فرص الامطار خلال ساعات نهار الاحد وتستمر خلال ساعات ليل الاحد على الاثنين. يوم الاثنين تتراجع شدة هذه الأمطار قليلا لكن تتركز هنا فوق المناطق الساحلية من وسط البحر الأحمر تستمر فرصها خلال الليل الاثنين على الثلاثاء على أن تتراجع تدريجيا وتتراجع أكثر خلال يوم الثلاثاء هذا الآن لخرائط توزيع درجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات القادمة حيث يتوقع أن تكون الليلة القادمة هي الأبرد على العاصمة الرياض خلال آخر فترة، حيث يتوقع أن تسجل العاصمة الرياض حوالي سبع درجات مئوية فقط خلال الليلة القادمة، حيث تسود أجواء شديدة البرودة، أيضاً أجواء شديدة البرودة تتأثر بالمنطقة الشمالية، المنطقة الشمالية الشرقية والشمالية الغربية، هذه الأجواء الباردة ناتجة عن اندفاع لكتلة هوائية شديدة البرودة ممتدة أو تتحرك ضمن مرتفع جوي يسمى المرتفع الجوي السيبيري قادم من الأراضي العراقية باتجاه شمال الجزيرة العربية امتد خلال الساعات الماضية نحو وسط وشرق المملكة هذا الآن وإياكم لتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة حيث تسود أجواء مستقرة صافية لكن شديدة البرودة سبع درجات مئوية فقط الملموسة ست درجات الرطوبة مرتفعة والرياح تكون غربية معتدلات أسرع بالنسبة للثلاث أيام القادمة طقس مستقر بشكل عام درجة الحرارة العظمى تكون بين 19 و 21 درجة مئوية أما الصغرى تشهد ارتفاعات طفيفة خلال الليالي القادمة 9 درجات يوم الاثنين 10 درجات يوم الثلاثاء و 11 درجة مئوية يوم الأربعاء إلى هنا تنتهي نشرتنا للقاء